هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟ نعم، هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟ من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلاة تقضى، الصلاة الفائتة تقضى في أي وقت، وليس لها وقت نهي. ولفظ السائل فيه إجمال، لأنه يعني يقول إعادة الصلاة، ما المفروض أن يقول قضاء الصلاة، نعم. قضاء الصلاة الفائتة. نعم، يجوز في أي وقت تمكن، ويجب عليه المبادرة.